مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم اليوم في جريدة أصوات. معنا فنان اليوم من عائلة غنية عن التعريف، عائلة ميغري. سي علاء، مرحبا بك في جريدة أصوات. الله يبارك فيك. علاء، عرفنا شوية على راسك. علاء ميغري، علاء الدين ميغري، الاسم الفني علاء ميغري، ابن محمود ميغري. دونك أنا بديت المسيرة الفنية ديالي دابور تزاديت في عائلة فنية وترعرعت في عائلة فنية، وما بديتش يعني في واحد لاج اللي تنشوفوا شباب تيبداو فيه، يعني الاج صغير، لأن بحكم الدراسة بحكم العمل دونك تا وصلت لواحد نقولوا لواحد السن، وعاد أنا خديت ديك الساعة لا ديسيزيون بأن الحياة ديالي، خدمت في الإدارة، خدمت في البريفي، في الخاص خدمت، ولكن عرفت بأن الحياة ديالي والمستقبل ديالي ما يقدرش يكون في شي حاجة أخرى من غير الفن. وبدأت التجربة ديالي يعني الفنية بواحد الأغنية سميتها سولو لبيدو أديوس، هي واحد الأغنية اللي عندها صدى مشهورة كبير يعني كتير في الأمريكا اللاتين، بحكم مغنية واحد سيدة سميتها مرسيدس سوزا، واللي لحن ليها وكتب ليها الكلمات هو واحد الفنان مشهور كبير سميتو ليون جياكو. وبحكم أنا المنتجة ديالي من الأرجنتين، دونك كانت تسمعني في الأغاني ديال بلادها وهداك الشيء، وأنا عجبتني ديك الأغنية وبغيت نديرها بواحد لو ستيل ديالي. وبحكم كنت يعني في استجوابات أخرين كنت هضرت على يعني المدرسة ديالي الفنية اللي كانت في بلجيكا، لأنني عشت 17 سنة في بلجيكا، ومن ضمن هذه المدرسة كان فيها لو ريغي، فن لو ريغي، وتماك مزجت درت اون فا دير دو افرو لاتينو، واخا الريغي هو تعرف لا جامايك بوب مارلي، بيرني سبير، إسرائيل ديبريشن، جيمي كليف، مغنيين كبار اللي هير هو الأصل ديالهم جاي من إفريقيا. وانا تيبان ليا كان يعني من الحق ديالي، واخا عندنا لي ريتم هنا تبارك الله اوني غيش، يعني لو كونتينون افريكان يلي غيش بلي ريتم، ولكن اختاريت هاد الفن ديال الريغي اللي مزجتو مع هاد الاغنية اللاتينية. بغيت نسولك، علاش ما اختاريتش انك تبدا المسار الفني ديالك في المغرب وما بديتيش في الارجنتين؟ هو ماشي اختيار، هو صدف. هي حنا ماشي انا جيت فقت قلت اليوم نوض نمشي للارجنتين. لا، ديجا باش تمشي باش تسجل تماك، باش يعني مصاريف كثيره الحق ربي تقال، يعني ماشي شي حاجه اللي من السهل ديرها، يعني انا بحال كنت في حلم، وكان واحد كما قلت لك لو هازار في لي شوز. دونك انا تلاقيت مع واحد السيده اللي هي في هذا المجال هذه، ومنين سمعتني تنعزف بآلة الجيتار اللي تنعزف، دونك قالت لي بغات تبدا الخدمه معايا، وما كناش دايرين باننا نبداو بسولو لي بيدو اديوس. انا كانت عندي واحد الاغنيه اخرى كنت نبدا بها وسميتها جمعه، وتسجلت هنا في المغرب وصيفطناها لمدريد واحد ستوديو سميتو ميوزيك غاما بوغ لو ميكساج، واحد ستوديو مشهور، وباقيين تيخدمو بانالوجيك، وستوديو اللي سجل فيه ستوديو واندر تيك دات، يعني ناس كبار. غير هي يعني كما قلت لك مكاتب، وبدينا بسولو لي بيدو اديوس، ودابا راه قوم معاك كاينه في الالبوم ديال تمنية الاغاني. تمنية الاغاني، عاود لينا القصه ديال داك الطفل السوري اللي سميتو جمعه، كيفاش كتبتي عليه ديك الاغنيه؟ هو كان اللقاء ديالي بهذا الطفل حتى هو صدفه. كلشي تيجي بالصدفه وبالمكاتب، هادشي راه حنا تنثقوا به. دونك هذا الطفل هذايا انا كنت حدا واحد الجامع عند واحد الصديق ديالي اللي دارو مقابله مع داك الجامع، وبان لي هذاك الطفل وبان لي بانه ما عندوش هذيك لا تيبولوجي، يعني ماشي مغربي باين، ما واخا هكاك عيطت ليه قلت له جي انت، قال لي انا اسمي جمعه وهربت الحرب دونك هذاك الحوار اللي وقع بيني وبينه من دخلت للدار ما قدرتش يعني نبقى انسنسيبل لهذا الطفل هذا، يعني كيفاش نعبر انايا، نعبر بالموسيقى وب يعني هذا الشيء كيفاش اللي هنقدر ندير لهذا الطفل هذايا، بحكم انا ما عندي ما نقدر نديرو نساعدو ماديا، ولكن واخا هكاك ملي دخلت للدار ما قدرتش
يعني بقيت نفكر في ذاك الطفل وهذوك الاطفال. يعني راه ما كاينش الطفل هذا، كاين واحد وكاينين اطفال اخرين، وانا قلت اللي نقدر باش نساعد نساعد فنيا، وكتبت عليه واحد هذاك. يعني انك عندك إلمام بقضايا الامه، ماشي بغيتي دير البز بهذه الاغنيه، انت بغيتي تبين داك الدري والمعاناه اللي كيعانيو الناس ديال سوريا وكيجيو المغرب وهذه. لا حيت هي ماشي تاد المعاناه، هما اسئله. يعني انا ما عارفش انا شنو واقع، فهمتي؟ دونك هما اسئله، علاش الطفل هذا يكون مهاجر بلادو على الحرب؟ حيت حنا ما عايشينش هذا الشيء، دونك ما نحسوش بهذا الشيء. دونك هما تيبقاو اسئله، يعني كيفاش هذا الطفل هذا، وكيفاش هذوك الاطفال، وكيفاش يعني هذا الشيء اللي كاين. يعني وهنا قصه واقعيه، يعني ماشي جلست في الدار وقلت اليوم غنكتب على واحد الطفل. لا، هذا طفل اللي شفتو هكا اون ديريكت، ماشي عاودوا لي عليه ولا الحوار كان بيني وبينه. دونك هذيك الساعه ما كانش يمكن ليا كما قلت لك ندخل الدار. وما انت غنشوفك خرجتي هذا الالبوم اللي فيه 8 ديال الاغاني ان شاء الله، في يعني ماكسيموم فان سو موا دو جانفي ولا ديبي فيفري ان شاء الله. هذه هو الهدف مورا ان شاء الله ما يخرج الالبوم ديالك اللي فيه 8 ديال الاغاني، ما نكرهوش اننا نشوف مغنيين بحالك في الشاشه الصغيره، لان افتقدنا مغنيين بحالك. الا جاك شي عرض واش تقبل؟ بكل فرح ياسر غنقبل. غير انا كنت شاركت يعني المشاركه ديالي في التلفزه المغربيه كانت اترافير ليميسيون ديال اما العائله ديال ميكري، كانت في مسار مع عتيق الشقر في 2010 فاش كنت دخلت من بلجيكا، وكانت مشاركات اخرين، ولكن ما عمر كانت شي مشاركه ديال علاء ميكري. يعني كما اليوم معكم نتوما اللي تنشكركم بزاف على الاستضافه، تنشكر اصوات، تنشكر الطاقم التقني، تنشكر لو ريداكتور اون شيف، وبيان سور تنشكر الاخت ابتسام. ولكن تيبان ليا عاود حتى انايا يمكن ما درتش على باش التلفازه تجي تقلب عليا. دونك انا تنقول دابا بحكم هاد الخطوه الاولى الكبيره اللي درت، يعني في هاد العام ديال ديسمبر 2019 اليوم، يعني دابا عام، الحمد لله درت هذيك الاغنيه اللي كنت مرتاح فيها. وباش بديت بشي حاجه اللي لانها اغنيه مشهوره، غنوها كما قلنا العديد من الفنانين، منهم امريكيين، منهم من انجلترا، منهم من فرنسا بحال بيير باشلي ولا فلورون بانيف، اون انجلتير بحال يوتو المغني بونو، ولا اون امريك بحال بروس سبرينغستين، ولا حتى شاكيرا غنات هذه الاغنيه هذه. دونك هي عندها واحد وانا فخور جدا ان السيد اللي كتب الاغنيه واللي تيغنيها دابا، حيت مي ماتت مرسيدس سوزا خدا الاغنيه ديالو ولا تيغنيها، وقابلت هذا السيد. يعني جا عندي لشركه الانتاج ديالو ودار واحد الطريق ديال 500 كيلومتر باش يجي يشوفني، لانه جاتو غريبه كيفاش واحد جاي من افريقيا، واحد القاره جاي لقاره اخرى هي امريكا اللاتينيه، نغني له الاغنيه ديالو. دونك والحمد لله حتى فاش مشيت لارجنتين وفي بوناس ايرس، يعني استقبال ديال السفاره المغربيه والسفير والنائبه ديالو، يعني تنشكر هاد الناس كاملين، تنشكر بزاف الوكاله العامه للانباء، يعني لا ماب اللي تا هما داروا ليا واحد، يعني كان بلوس محبه، حيت كاينش المغاربه بزاف كاينينش، دونك تا هما مساكن كانوا فرحان وكانوا يعني مستغربين كيفاش واحد من لي ميغري، يعني راه تقريبا انا هو اول مغربي اللي غنى في الارجنتين، يعني هذه بقات في التاريخ. يعني ودرت هذاك الجسر، يعني كيفاش نقولوا التبادل الثقافي وهذاك الشيء، يعني والحمد لله لانني جو سون parmi les chanceux، يعني في هذه المساله هذه، وان شاء الله تيظهر ليا منين نقدم الاعمال ديالي ولا البوم ديالي، راه تيظهر ليا راه اما التلفزه المغربيه ديك الساعه راه تجي تقلب عليا، وان شاء الله يكون خير هذا الشيء اللي تنتمنى. شكرا بزاف سي علاء، انا مرحبا صراحه، ما عمرك صرحتي بيوم شي جريده، كنتشرف انني نكون معك. هذا شرف لي شكرا. Adiós.